الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نودي لصلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف، وقد رفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ أحمد عفيفي. أسأل الله العلي القدير أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم آمين. ها هم عباد الله أيها الإخوة الكرام في هذه الأثناء، وهم يؤدون ركعتي السنة بين الأذان والإقامة في هذا اليوم الاثنين 6 من شهر محرم لعام 1445 لهجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المصلين صلاتهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن الداعين دعاءهم، وأن يتقبلنا وإياكم والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. جموع المصلين في هذا اليوم الكريم وفي هذا الجمع الغفير لعباد الله، وقد أكرمهم الله عز وجل بهذا اللقاء وبهذا المقام في مسجد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جموع الخير من كل مكان، وقد أقبلوا على الله من كل فج عميق يسألون ما عند الله
وما عند الله خير للأبرار. جل جلاله وعظم سلطانه في أرضه وسمائه، خالق الخلق، مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل. سبحانه جل جلاله من يقول له، من يقول للشيء كن فيكون. بيده ملكوت السماوات والأرض. هذه الجموع التي اجتمعت في هذا المقام الكريم في مسجد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم يعظمون الله، يعظمون عظمة الخالق الكريم جل جلاله وعظم سلطانه. كيف لا وهو من يسجد له من في السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن. لك الحمد جل جلالك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على عظيم النعم. اللهم لك الحمد على عظيم نعمائك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إله الخلق أجمعين. اللهم استجب لنا دعاءنا أجمعين، واجعلنا من عبادك المقبولين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا إله الخلق أجمعين. ها هم عبادك يا الله، وقد أقبلوا عليك من كل فج عميق يرجون ما عندك. فاللهم أنلهم مرادهم، وأنلنا معهم مرادنا أجمعين. اللهم جنتك نرجو، اللهم جنتك نرجو، فاجعلنا من أهل جناتك، جنات النعيم. اللهم اجعلنا، اللهم وكما أكرمتنا في هذه الحياة الدنيا بهذا الجوار لنبيك الكريم في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا بجواره في جناتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأثناء تقام صلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، قضيت شعائر صلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف. أما المصلين، فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم